الرئيس السيسي يؤكد اهتمام مصر بمشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص في مجالات البترول والغاز والطاقة المتجددة. الرئيس السيسي يصدق على ضم شهداء ومصابي العمليات الحربية وكذا الإرهابية إلى المستفيدين من صدوق تكريم الشهداء والمصابين. والبرهان يؤكد قدرة الجيش السوداني على حسم المعركة وينفي عقد أي اتفاق مع أي جهة خانت الشعب. مشاهدينا أهلا بكم، هي 7 صباحا في القاهرة والخامسة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة. تحياتي أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس السيسي أعرب عن التقدير لحجم أنشطة واستثمارات الشركة البريطانية في مصر بما يدعم هذا القطاع بصورة محورية، وكذا يعزز جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة. كما أكد الرئيس السيسي الأهمية التي توليها الدولة لمشاركة الشركات العالمية وكذا القطاع الخاص في مجالات البترول والغاز والطاقة المتجددة. أما في اجتماع آخر أجراه الرئيس السيسي مع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وكذا رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء والمصابين والمدير التنفيذي للصندوق، وجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من صندوق تكريم الشهداء والمصابين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم بي بي، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد نادر زكي الرئيس الإقليمي للشركة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس أعرب عن التقدير لحجم أنشطة واستثمارات الشركة البريطانية المتنامية في مصر بما لها من إسهام في عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول بما يدعم هذا القطاع بصورة محورية، ويعزز جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة، مؤكدا الأهمية التي توليها الدولة لمشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص في مجالات البترول والغاز والطاقة المتجددة، ومن ثم تطلع مصر لتعزيز التعاون القائم مع الشركة البريطانية العالمية وبما يشمل مجال خفض الانبعاثات وتحول الطاقة بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر، سعيا لزيادة الاستكشافات والإنتاج وتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة. من جانبه أعرب رئيس شركة بي بي عن اعتزازه وتقديره لمقابلة السيد الرئيس، مؤكدا محورية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والشركة التي امتدت على مدار 60 عاما. وأشاد السيد برنارد لوني بما حققته مصر تحت قيادة السيد الرئيس على صعيد التنمية خاصة في مجال البنية التحتية بما ينعكس إيجابا على مختلف مسارات الاستثمارات وخاصة في الطاقة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشروعات التعاون الإقليمي الجارية في شرق المتوسط لنقل وإسالة الغاز وكذلك للربط الكهربائي. وعرض رئيس شركة بي بي كذلك خطط الشركة الاستثمارية مع شركائها في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية، موضحا أنها تبلغ 3.5 مليار دولار، كما نوه إلى الجهود الجارية بالتعاون مع وزارة البترول لدعم بناء قدرات الكوادر البشرية العاملة في مجال الطاقة في مصر، بالإضافة إلى حرص الشركة على الاطلاع بدورها على صعيد المسؤولية المجتمعية من خلال تقديم منح للشباب المصريين للدراسة في كبرى الجامعات البريطانية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء والمصابين واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق. الاجتماع تناول استعراض التقرير السنوي لأنشطة الصندوق والخدمات التي يقدمها لصالح المستحقين من شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة،
فضلا عن المبادرات المقترح توجيهها خلال الفترة المقبلة لصالح المستفيدين من الصندوق. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق، كما صدق سيادته على ضم شهداء ومصابي العمليات الحربية من وزارة الدفاع في الحروب السابقة وشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية، بما في ذلك أسماء الشهداء والمصابين في معركة الإسماعيلية في 25 من يناير 1952، إلى المستفيدين من الصندوق. وصدق السيد الرئيس أيضا على ضم الشهداء والمصابين من المدنيين أثناء بناء حائط الصواريخ في حرب الاستنزاف إلى الصندوق. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال الاجتماع أن الشعب المصري يكن احتراما عظيما وتقديرا خاصا لجميع أبنائه من الشهداء والمصابين في العمليات الحربية أو الإرهابية الذين دفعوا ثمنا غاليا كي يحيا الشعب المصري في سلام وأمن وازدهار. انتهت فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي استضافته القاهرة يومي 27 و28 من أغسطس بشأن مفاوضات سد النهضة، والذي تم بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وكذا إثيوبيا بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. ذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن جولة التفاوض لم تشهد تغييرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي، مؤكدا في هذا السياق على أن مصر تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الذي يراعي المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي والحيلولة دون إلحاق الضرر به، وكذا يحقق المنفعة للدول الثلاث. وهو الأمر الذي يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، وبما ينعكس إيجابا على جولات التفاوض القادمة بهدف التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة طبقا للبيان الصادر عن اجتماع قيادتي مصر وإثيوبيا في هذا الشأن. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الحرص على المتابعة المستمرة لموقف توافر السلع الأساسية في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها المختلفة. أشار رئيس الوزراء خلال اجتماع إلى ضرورة التأكد من وجود رصيد مطمئن من السلع والعمل على مواصلة ضخ هذه السلع في الأسواق بأسعار مناسبة، كما تمت الإشارة إلى وجود مخزون من القمح يكفي لأكثر من 4 أشهر، والذي يعد رصيدا جيدا جدا مع احتياطي متوافر من زيت الطعام يصل لنحو 6 أشهر. على جانب آخر أيضا تمت الإشارة إلى الإعداد لمشاركة كبرى الشركات المنتجة للمستلزمات المدرسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة من أجل توفيرها في معارض أهلا مدارس المرتقبة. التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة في مدينة العالمين الجديدة. التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. وفي مستهل اللقاء أكد وزير التربية والتعليم حرصه على متابعة جهود هيئة الأبنية التعليمية في تنفيذ خطة صيانة المباني المدرسية وكذا جاهزية المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية، مشددا على أنه تم التوجيه بضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة لكل المباني التعليمية على مستوى الجمهورية واستبعاد المدارس التي تخضع لخطة صيانة شاملة وسرعة توفير أماكن مناسبة بالمدارس القريبة منها لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لهذه المدارس.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على توفير التمويلات المطلوبة لاستكمال مراحل المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر لتحقيق مستهدفاته في توسيع الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي. أوضح مدبولي خلال اجتماع عقده لمتابعة موقف مشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة أن مستهدفات جهود التنمية الزراعية التي تشهدها مصر تتضمن التوسع في مساحات الأراضي المستصلحة ومن بينها مشروع مستقبل مصر، إلى جانب تحسين إنتاجية الفدان من الحاصلات الزراعية وتطوير نظم الري الحقلي وأساليب الصرف الزراعي مع التركيز على المحاصيل الاستراتيجية ذات الأهمية على المستوى الوطني. نظمت وزارة الداخلية دورة تدريبية في مجال فحص جوازات السفر وكشف التزوير لطلبة كلية الشرطة في مقر أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع الجانب الأمريكي. يأتي ذلك في إطار خطة أكاديمية الشرطة التعليمية للاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال. نتابع. الارتقاء بقدرات العنصر البشري في منظومة العمل الأمني أحد أهم ركائز الاستراتيجية الأمنية، والتي تعتمد على تنفيذ برامج تدريبية متطورة بالتنسيق مع المنظمات الدولية والدول الصديقة. من هذا المنطلق نظمت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة وبالتنسيق مع الجانب الأمريكي دورة تدريبية في مجال فحص جوازات السفر وكشف التزوير لطالبات كلية الشرطة لضمان حصولهن على أكبر استفادة ممكنة في هذا المجال. شهدت الدورة التدريبية محاضرات نظرية وتطبيقات عملية تضمنت فحص وكشف عمليات تزوير وثائق السفر والمستندات والتمييز بين الوثائق الرسمية والمزورة في إطار خطة أكاديمية الشرطة التعليمية لمواكبة الوسائل التكنولوجية لمكافحة عمليات التزوير. Look at the bio page. The other end is embedded in the polycarbonate. Inside you've got that little tab of extra fabric so the pants don't fall apart. وقد أشاد الخبراء الأجانب بقدرات طالبات كلية الشرطة على استيعاب برامج الدورة التدريبية والتي ستنعكس مستقبلا على تعزيز قدراتهن على العمل في هذا المجال الحيوي الذي يعتمد على التطور التكنولوجي وضرورة مواكبة هذا التطور لمكافحة هذه الجرائم غير التقليدية. We believe that this training will strengthen the relationship between our law enforcement agencies between the United States and Egypt and provide the officers with the tool to detect and deter illegal entry of individuals intending to harm from this country. وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار تعزيز قدرات طالبات كلية الشرطة وتأهيلهن للعمل الميداني بصورة احترافية، خاصة في مجال مكافحة جرائم تزوير وثائق السفر والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال. نظم تحالف الأحزاب المصرية مؤتمرا شارك فيه ممثلو قيادات وأعضاء 40 حزبا سياسيا من الأعضاء بالتحالف بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية وكذا العامة. استعرض المؤتمر الإنجازات التي شهدتها البلاد خلال 10 سنوات الماضية بالرغم من التحديات والظروف الصعبة التي تعرضت لها الدولة المصرية حتى نجحت البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق الأمن والاستقرار سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والعبور بالدولة إلى بر الأمان والارتقاء بأداء كافة قطاعات الدولة. كما يثمن التحالف مسيرة النهضة والبناء التي قادها الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية في المجالات كافة والسير بخطى ثابتة لاستمرار تلك النهضة. وإن تحالف الأحزاب المصرية من منطلق مسؤوليته السياسية يطالب ويؤيد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التي بدأها السيد الرئيس السيسي.
ترأس رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان في مدينة بورت سودان اجتماع لجنة الأمن بولاية البحر الأحمر. تابع البرهان الجهود التي تطلع بها قوات المنطقة في تأمين وحماية حدود السودان البحرية وكافة مناطق ولاية البحر الأحمر، مشيدا بجهود حكومة الولاية في الحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي. قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إن الجيش السوداني قادر على حسم المعركة وهزيمة التمرد. وخلال تفقده القوات المتمركزة بقاعدة فلامينغو البحرية الواقعة على البحر الأحمر شمالي مدينة بورت سودان، أوضح البرهان أن خروجه من القيادة العامة للقوات المسلحة جاء بترتيب من الجيش وليس بصفقة، مؤكدا استمرار القوات المسلحة في حربها ضد الميليشيا المتمردة التي روعت المواطنين وانتهكت حرماتهم وكذا نهبت أموالهم وممتلكاتهم. نحن طبعا واقفين بنقاتل كجيش وقوة سودان برانا، ما معانا أي ظهير، ونحن بنعتز بالكلام ده. نحن بنقاتل برانا كجيش وبنقاتل برانا كسودانيين. نحن معتمدين على رقبتنا وحنعتمد على رقبتنا وعلى الله، ما عندنا زول ثاني. لذلك مقتنعين بأن النصر آتي ونصر ساحق حيكون على هؤلاء الفلول وعلى هؤلاء المرتزقة. وشدد رئيس مجلس السيادة السودانية على أن الجيش لن يعقد أي اتفاق مع أي جهة خانت الشعب السوداني. أنا بأكد أنه أنا مركت من القيادة العامة دي ما في زول قدم لي مساعدة، ولا مركت بصفقة، ولا مركت بأي اتفاق. مركت بالجيش ده عمل عسكري مرتب قامت به القوات المسلحة وقامت به وحدات الجيش. أي زول يقول والله في اتفاق، والله في جهة ساعدت، والله في صفقة، ده زول عنده وهم، زول موهوم في راسه. نحن لا بنتفق مع الخونة ولا بنتفق مع أي جهة خانت الشعب السوداني، ولا نضع يدنا في أي جهة خانت الشعب السوداني. ومع استمرار الأزمة في السودان تواصل مصر الجهود لحلحلة الأزمة والتوصل لاتفاق لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار في البلاد. المزيد عن الرؤية المصرية لحل الأزمة السودانية نتابعه سويا مشاهدينا في العرض التالي.
كما بذلت مصر جهودا حثيثة من أجل دعم الاستجابة الإنسانية في السودان، ولعل أبرزها تقديم أطنان من المواد الطبية والغذائية للأشقاء في السودان. عقدت اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 الممثلين مجلس النواب وكذا مجلس الدولة اجتماعا بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي لمناقشة الملاحظات حول مشاريع قوانين الانتخابات. ويواصل الجيش الوطني الليبي العملية العسكرية في النطاق الحدودي الجنوبي لتأمين حدود البلاد. وذكر المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري أن العملية العسكرية تأتي في إطار العمليات المتتالية للقوات المسلحة في بسط الأمن والقانون على كامل التراب الليبي، كما أكد أن العملية تستهدف إخراج الأجانب من منطقة الجنوب الغربي ومنع أي مجموعات مسلحة من اتخاذ هذه المنطقة، خاصة المنطقة الصحراوية، للتمركز بها. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الإنتاج العسكري لبلاده تضاعف عدة مرات منذ بدء العملية العسكرية الروسية، وأن أوكرانيا باتت تنتج أسلحة تطابق معايير حلف شمال الأطلسي الناتو. وقال زيلينسكي أن النجاحات الميدانية التي حققها الجيش الأوكراني على حساب القوات الروسية ترجع إلى فضل الدعم العسكري المقدم من الغرب لبلاده. أعلنت أوكرانيا مقتل 5 أشخاص في هجومين روسيين منفصلين وقعا بوسط وشرق البلاد. وقال وزير الداخلية الأوكراني إن الهجوم الأول أسفر عن مقتل 3 عمال في منشأة صناعية بمنطقة بولتافا وسط أوكرانيا، فيما قتل الاثنان الآخران في قصف بمنطقة خرسون وسط البلاد. أعلنت أوكرانيا أن قواتها استعادت السيطرة على قرية روبوتاين بعد أسابيع من المعارك في الجبهة، وكما سيطرت أيضا القوات الأوكرانية على طريق استراتيجي يؤدي إلى محور توكماك للطرق والسكك الحديدية الذي يسيطر عليه الجيش الروسي. بوتيرة متسارعة تتصاعد المواجهات بين الجيشين الروسي والأوكراني شرقي البلاد، وفي الوقت الذي تسعى فيه كييف إلى المضي قدما في هجومها المضاد، تواصل القوات الروسية عملياتها لتحقيق أهداف العملية العسكرية. وفي غضون ذلك
أعلنت أوكرانيا سيطرة على قرية روبوتين جنوب شرق البلاد، والتي تقع على بعد 10 كيلومترات جنوبي بلدة أورخيف الواقع على خط المواجهة في منطقة زاباروجيا. كما سيطرت القوات الأوكرانية على طريق استراتيجي يؤدي إلى محور توكماك للطرق والسكك الحديدية الذي يسيطر عليه الجيش الروسي. وفي سياق تلك التطورات، أكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أن الهجوم الأوكراني المضاد يزيد من خطر إلحاق أضرار بمحطة زاباروجيا النووية، مشيرا إلى أن تركيز القوات الأوكرانية على منطقة زاباروجيا في الوقت الحالي من شأنه أن يعرض المحطة النووية لمزيدا من الخطر حول استهداف المحطة بالمسيرات. وفي الوقت ذاته شهد شرق البلاد مواجهات عنيفة بين القوات الأوكرانية والروسية، على الرغم من التقدم البطيء للقوات الأوكرانية بسبب حقول الألغام والخنادق الروسية على مساحات واسعة من تلك المنطقة. وعلى الجانب الآخر، قالت وزارة الخارجية الروسية إن القوات الروسية صدت هجمات من جانب قوات كييف قرب روبتين وفيربوف، مؤكدة أن الجيش الروسي يواصل تنفيذ العمليات العسكرية المخططة بدقة عالية. كما وصفت موسكو هجمات الجيش الأوكراني الأخيرة بالفاشلة. وبين الإصرار الروسي على تحقيق أهداف العملية العسكرية والمحاولات الأوكرانية لتنفيذ الهجوم المضاد، تستمر الأزمة بين موسكو وكييف على نحو قد ينذر بتداعيات أشد قسوة خلال الفترة المقبلة. قالت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا دفعت بطائرتين مقاتلتين لمنع طائرتين مسيرتين أمريكيتين من انتهاك حدودها فوق جزيرة القرم. وضفت الوزارة أنه نتيجة لإجراءات قوات الدفاع الجوي، قامت الطائرات الأمريكية المسيرة بتغيير وجهة الطيران وغادرت مناطق الاستطلاع الجوي في منطقة شبه جزيرة القرم. قال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا إن كييف تعارض بشدة فرض أي قيود من الدول المجاورة على واردات الحبوب بعد انتهاء قيود الاتحاد الأوروبي في 15 سبتمبر المقبل، معتبرا أن هذا ينتهك اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، وكذا تتعارض مع مبدأ التضامن الذي يقوم عليه الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك بعد أن أعربت كل من بولندا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر بلغاريا الأسبوع الماضي عن رغبتها في تمديد الاتحاد الأوروبي الحظر حتى نهاية العام حفاظا على حقوق مزارعيها، مهددة باتخاذ إجراءات على الصعيد الوطني إذا لم يمدد الاتحاد الأوروبي القيود. أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي القاسم وان أن الأمم المتحدة ستظل باقية في مالي لدعم جهود تحقيق الاستقرار، وذلك في أعقاب إكمال المرحلة الأولى من خطة انسحاب البعثة بناء على طلب من السلطات الانتقالية في باماكو. هذا وأكد القاسم أن المرحلة الأولى من خطة انسحاب البعثة تمت بنجاح في الوقت المحدد لها، كما أعلن العمل على إكمال الانسحاب الكامل من مالي بحلول نهاية العام وفقا لتكليف مجلس الأمن. وجهت السلطات الروسية اتهامات لموظف سابق في القنصلية الأمريكية بنقل معلومات عن النزاع في أوكرانيا إلى دبلوماسيين أمريكيين بشكل مخالف للقانون. وفي المقابل، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية لأن الموظف الروسي السابق كان يجمع تقارير صحفية من وسائل إعلام روسية متاحة للجميع، وإن المزاعم المساقة ضده لا قيمة لها على الإطلاق.
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه سيستأنف قرار تحديد مارس المقبل موعدا لبدء محاكمته في تهمة محاولة تغيير نتيجة انتخابات لعام 2020 والتي خسرها، والمحاكمة المزمعة في واشنطن واحدة من أربع محاكمات جنائية يواجهها ترامب في وقت ينظم فيه حملة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية في 2024. دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى تعزيز القوات البحرية لبلاده، متهما الولايات المتحدة بتحويل المياه القريبة من شبه الجزيرة الكورية إلى ما وصفها بالمياه الأكثر اضطرابا مع خطر نشوب حرب نووية. وقال كيم في كلمة له خلال تفقده وحدات البحرية بمناسبة يومها السنوي أنه سيسلم أسلحة جديدة للوحدات العسكرية في إطار سياسة توسيع عملية الأسلحة النووية التكتيكية. واصلت القوات الأمريكية وكذا الكورية الجنوبية إجراء التدريبات المشتركة التي تجرى في الفترة ما بين 21 وحتى 31 من أغسطس الجاري. قالت سول إن مناورات هذا العام تجرى على أكبر نطاق على الإطلاق بمشاركة عشرات الآلاف من القوات الأمريكية والكورية الجنوبية، بالإضافة إلى بعض الدول الأعضاء في قيادة الأمم المتحدة. قالت نائبة وزير الدفاع الأمريكي كاثلين هيكس إن واشنطن تخطط لنشر آلاف الطائرات المسيرة في عدة مناطق على مدار العامين المقبلين لمواجهة الصين. أوضحت هيكس أن واشنطن تعد مخططات كبيرة وستقوم بتنفيذها لمواجهة الإنتاج الضخم للطائرات المسيرة التابعة للجيش الصيني، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تعتقد أن إسقاط الطائرات المسيرة الأمريكية سيكون أمرا صعبا. يمثل بحر الصين الجنوبي محل نزاع وتوترات متصاعدة بين بكين وعدد من الدول المدعومة من الولايات المتحدة. مزاعم الصين هذه بالسيادة على المنطقة تتداخل مع المناطق الاقتصادية الخالصة للفلبين وكذا فيتنام وماليزيا وبورناي واندونيسيا، ما يجعل المنطقة ساحة يحاول كل من الطرفين إثبات سيطرته عليها. نتابع. توترات متصاعدة يشهدها بحر الصين الجنوبي في ظل نزاع مستمر بين الصين من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى، وسط رغبة متبادلة في إظهار الهيمنة على المنطقة. مناورة بحرية مشتركة أجرتها اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والفلبين في بحر الصين الجنوبي بهدف تعزيز التعاون لتحقيق منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ، وذلك بحسب تصريحات لوزارة الدفاع اليابانية. التدريبات تضمنت مشاركة أكبر مدمرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية إيزومو بجانب المدمرة سميدار، حيث من المقرر أن ترسو السفينتان في ميناء مانيلا حتى 31 من أغسطس. وتأتي التدريبات المشتركة بعد أيام من اتهام الفلبين خفر السواحل الصيني بإطلاق مدافع مائية على قارب لها كان يحمل إمدادات للقوات على متن سفينة حربية أرسلتها مانيلا عمدا إلى منطقة المياه الضحلة في بحر الصين الجنوبي، وهو خط تتنافس الولايات المتحدة وبكين عليه في المنطقة. من جانبه قال قائد الأسطول السابع للبحرية الأمريكية إنه لابد من التصدي لما وصفه بالسلوك العدواني للصين في بحر الصين الجنوبي وضبطه، مؤكدا دعم الولايات المتحدة للفلبين في مواجهة التحديات المشتركة في المنطقة. وبنت الصين جزرا لأغراض عسكرية في بحر الصين الجنوبي، وتتداخل مزاعمها بالسيادة مع المناطق
الأوراق الاقتصادية الخالصة للفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وإندونيسيا. ووثق حلفاء واشنطن تعاونهم في بحر الصين الجنوبي، حيث تقول أستراليا إن لديها مصالح أمنية في المنطقة وستعمل على نحو أوثق مع الفلبين في تسيير دوريات مشتركة. كما تستعد الولايات المتحدة لإبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع فيتنام خلال زيارة مرتقبة للرئيس جو بايدن إلى هانوي في سبتمبر، ضمن مساعي واشنطن لمواجهة نفوذ بكين في المنطقة. أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تسليم 71 قرضا حسنا لصالح المشروعات متناهية الصغر، كما تم تسليم 22 مشروع كشك. يأتي ذلك بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأرمان تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتنفيذا لاستراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية لتخفيف العبء عنهم. النهارده احنا في محافظة الغربية تنفيذ مبادرة التمكين الاقتصادي في محافظة الغربية. المبادرة تهدف لتنفيذ أكثر من 2000 مشروع على مستوى الجمهورية. النهارده احنا في محافظة الغربية بننفذ 92 مشروع، 71 مشروع تنموي و21 كشك للفئات الأولى بالرعاية أو الفئات الأكثر احتياجا. بتهدف المبادرة لتحويل هؤلاء الأشخاص من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج. مؤسسة حياة كريمة دايما واقفة في ظهر كل المواطنين، دايما على مسافة واحدة من جميع الناس. من خلال بروتوكول التعاون المثمر بين جمعية الأرمان ومؤسسة حياة كريمة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتقوم جمعية الأرمان النهاردة بتسليم 71 قرض. القرض ده عبارة عن 30,000 جنيه، بيبقى على مرحلتين. المرحلة الأولى بتسدد بدون فوائد، المرحلة الثانية 15,000 التانيين ما فيش بيتاخد بدون مقابل، يعني ما بيسددوش. بنبحث الحالات، بنشوف اللي عنده أرباب المشاريع الصغيرة غير الموظفين اللي ما يكونش موظف، هو الدخل الوحيد اللي هو المشروع عنده ده، والمشروع صغير عايز يتنمى، بننمي له المشروع، بيعمل عملية تنمية المشاريع الصغيرة. وبنسلم النهارده 22 كشك. الكشك عباره عن عظم الكشك بالثلاجه بالديفريزر بالكهرباء. ساعدوني، بعتوا لي كارد، بعتوا لي بتاع المحفظه البنكيه، عملت محفظه بنكيه وحولوا لي الفلوس عليها. الله يوسع عليهم يا رب، وساعدوني بالكشك. نشكر حياه كريمه، ادتني كشك يعني باب رزق ليا ولاولادي. جبت بضاعه وجبت كل حاجه الحمد لله، وفريزر وكل حاجه فيه الحمد لله. قدمت على كشك وحياه كريمه وجمعيه الاورمان، يشكرهم بصراحه لان ده مصدر رزق وما عادش بقدر اشتغل، والحمد لله رب جبت كل البضاعه اللي اي سوبر ماركت بيجيبها. وتواصل مؤسسة حياة كريمة أيضا تنفيذ مبادرة سقيا لتوزيع 2 مليون زجاجة مياه على العمال بالمحافظات كمرحلة أولى، وبمشاركة متطوعي حياة كريمة والمنتشرين في كافة المحافظات لتوزيع زجاجات المياه على العمال خاصة في درجات الحرارة المرتفعة، ودعما للعمالة المصرية في كل القطاعات.
وتتواصل ورشة العمل التي أطلقها منتدى شباب العالم بالتعاون مع منظمة اليونسف بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لمناقشة مبادرتي التعلم من أجل العمل ومسارات التطوع في منطقات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تهدف هذه الورشة لإشراك الشباب بشكل هادف في رحلة التغيير الإيجابي، بالإضافة إلى تكوين مجموعة عمل كبيرة تعمل في شكل فرق لمعالجة القضايا والفرص الرئيسية في وقت واحد. من خلال ذلك يمكن إنشاء إطار عمل يمكن تطبيقه وتعميمه عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من المهم حقا أن الأمر يتعلق بخلق الفرص للشباب في مصر وفي جميع أنحاء المنطقة، وأعتقد أننا ننظر إلى 28 مليون شاب في مصر الآن حيث يكتسبون الذكاء ويتفاعلون معه. أود أن أقول أنه أمر ممتاز، هناك بالفعل مشاركة من القطاع الخاص والشركاء الحكوميين ومن المنظمات غير الحكومية أيضا للتعلم من بعضهم البعض وبناء برنامج من شأنه أن يساعد حقا في تسهيل نمو الشباب في جميع أنحاء البلاد. هو طبعا انطلاقة للحياة المهنية للشباب، يعني الناس كتير بترسم طريقها المهني بداية من التطوع. على مدار 3 أيام احنا امبارح كنا بنتكلم عن بقى ازاي نعرف التحديات اللي موجودة عندنا في عالم التطوع، ازاي نربط التعليم اصلا بعملية التطوع، ازاي نحول العملية دي كلها لعملية كسب في الاخر. احنا النهاردة بقى بنبلور اللي احنا اشتغلناه امبارح، ان احنا بنشوف السكسس ستوري او قصص النجاح الفردية اللي بتمثل الاشخاص ازاي قدروا ينجحوا في الجانب التطوعي، ازاي كان التطوع بالنسبة لهم نقطة التطوع يعني نقطة تحول في حياتهم. ففكرة الدسكشن اللي احنا كنا بنعملها ان احنا معانا يعني معانا different sectors، فمعانا من القطاع الخاص، معانا قطاعات مختلفة، معانا القطاع الخاص والقطاع العام، ومعانا منظمات المجتمع المدني، معانا مثلا حياة كريمة، معانا التحالف الوطني. فالمناقشة اللي بتتم ان احنا بنخرج وده الهدف في الاخر خالص الورشة، ان احنا نخرج بخريطة عمل وخطة واضحة ازاي نقدر ان احنا ننفذ التارجتس بتاعتنا اللي احنا عايزينها. طبعا مبادرة كبيرة طبعا زي حياة كريمة هي بتعمل على ان يبقى فيه متطوعين قايمين بدورهم على ارض الواقع، هما اللي بيوصلوا للناس في الاماكن حتى الصعب ان احنا نعرف نوصل ليها والمناطق البعيدة، فدورهم مهم جدا. فالهدف ان احنا نركز ازاي يقدر ان هما يستفيدوا بقدر اكبر واوسع، في نفس الوقت يبقى فيه برضو اصحاب مصلحة زي الـ UN Volunteers أو المتطوعين تحت منصة الأمم المتحدة، بينقلوا خبراتهم وبينقلوا إزاي نقدر إن احنا ننمي ونعظم من التجربة نفسها. واقتصاديا مشاهدين، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، موضحا أنه تم الإفراج عن 167 ألف طن من الذرة وفول الصويا بنحو 75 مليون دولار من 18 حتى 24 من أغسطس الجاري. قال القصير إن إجمالي ما تم الإفراج عنه من 16 من أكتوبر الماضي حتى 24 من أغسطس الجاري بلغ نحو 7,300,000 طن، وذلك بإجمالي مبلغ 3,500,000,000 دولار. وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على تبادل المعلومات بشأن ضوابط التصدير وتشكيل مجموعة عمل جديدة بشأن القضايا التجارية. وأوضحت الوزارة أن تبادل المعلومات سيوفر منصة للحد من سوء الفهم للسياسات الأمنية الأمريكية حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
ضربت العاصفة الاستوائية إيداليا غرب كوبا وسط توقعات بأن تشتد القوة الخاصة بها لتتحول إلى عصار كبير أثناء زحفها نحو ساحل خليج فلوريدا. وضربت عواصف الأمطار الغزيرة العاصمة الكوبية هافانا، كما تم إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص في عدة مناطق من البلاد. وصل سكان ولاية فلوريدا الأمريكية الاستعداد لمواجهة وصول العاصفة الاستوائية إيداليا التي من المتوقع أن تتحول إلى إعصار كبير. هذا وأمرت السلطات المواطنين بالاستعداد المسبق لوصول العاصفة التي من المتوقع أن تصل قوتها إلى الفئة الثالثة على مقياس رياح الأعاصير. يتزايد تأثير التغيرات المناخية على العديد من دول العالم التي باتت تشهد أحوالا جوية غير مسبوقة، مخلفة ضحايا بالمئات وخسائر يصعب على الدول تقديرها. نتابع. لا يزال الطقس المتطرف الناجم عن التغير المناخي يواصل تأثيره على دول العالم، حيث تكافح الحكومات موجات حر وحرائق غابات قياسية، فيما تواجه أخرى أمطار غزيرة وفيضانات غير مسبوقة، ما يكلفهم جميعا في النهاية خسائر بشرية ومادية تقدر بمليارات الدولارات. ففي أقصى الشرق قامت الصين بإجلاء أكثر من 3000 شخص في مقاطعة هونان بشمال غرب البلاد خلال اليومين الماضيين، وذلك بسبب هطول أمطار غزيرة على المنطقة. ودعت الحكومة الصينية إلى اتخاذ المزيد من الاحتياطات والتدابير مع توقعات بحدوث فيضانات عارمة بالتزامن مع مرور الأعصار ساولا المتوقع أن يصل إلى مقاطعة غواندونغ يوم الجمعة المقبل. التحذير من أعصار ساولا أطلقته أيضا وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، موضحة أنه سيتسبب في أمواج خطرة عند جزر محافظة أوكيناوا، منذرة في الوقت ذاته من تداعيات إعصار آخر وهو دامري على المناطق الساحلية والمناطق المنخفضة بشمال شرقي البلاد، والذي يتسبب في رياح عاتية وأمواج عالية. أما في الولايات المتحدة فوافق الرئيس الأمريكي على إعلان حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا بسبب العاصفة المدارية إيداليا التي يمكن أن تتحول إلى إعصار، مما قد يؤدي إلى هبوب رياح عاتية وارتفاع الأمواج في دولة كوبا وولاية فلوريدا في وقت لاحق هذا الأسبوع، فيما توقعت هيئة الأرصاد الأمريكية أن تؤدي العاصفة إلى ظروف جوية تهدد الحياة وسيول بسبب الأمطار الغزيرة. على النقيض من الأمطار والفيضانات تعاني اليونان من قيظ حاد، إذ يواصل مئات من رجال الأطفاء مكافحة الحرائق الكبيرة التي أودت بحياة عشرات الأشخاص خلال الأيام العشرة الماضية ضمن سلسلة من أعنف حرائق غابات تشهدها أوروبا هذا الصيف حتى الآن، مع موجات حر غير مسبوقة تتسبب في حرائق في أنحاء القارة. درجات الحرارة المرتفعة دفعت الباحثين إلى إصدار تحذيرات من ضرب التغير المناخي للسياحة في أوروبا، ليس للظروف المناخية القاسية في هذا الصيف حسب، بل لأنها قد تمتد للشتاء، موضحين أن أكثر من نصف منتجعات التزلج في أوروبا تواجه نقصا حادا في الثلوج، إذا ارتفعت درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة. قال المركز الأوروبي لرصد الزلازل إن زلزالا قوته 7 درجات ضرب منطقة بحر بالي في إندونيسيا. أضاف المركز أن الزلزال كان على بعد 203 كيلومترات شمالي ماترام بإندونيسيا وعلى عمق 516 كيلومترا تحت سطح الأرض، وهرع المئات من المواطنين وكذا السائحين خارج أماكن إقامتهم خشية حدوث هزات أرضية جديدة.
وإلى الرياضة مشاهدينا، حيث تصدرت البعثة المصرية للخماسي الحديث منافسات بطولة العالم، والتي تستضيفها بريطانيا خلال الفترة من 21 حتى 28 من أغسطس. واحتلت البعثة المصرية المركز الأول بمجموع 5 ميداليات متنوعة بواقع 4 ذهبيات وبرونزية. وصلت مصر صدارة التصنيف العالمي الجديد لرجال الاسكواش، وذلك بعدما حافظ البطل المصري علي فرج على صدارة التصنيف في الموسم الجديد، بينما اقترب كريم عبد الجواد من العودة إلى قائمة التوب 10 بعد تقدمه للمركز 11. واحتل مصطفى عسل المركز 4، بينما جاء مازن هشام وطارق مؤمن في المركزين 8 و9 على الترتيب. تأهلت هنا جودة لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة إلى الدور 16 ببطولة كرواتيا الدولية للشباب تحت 17 عاما، وذلك عقب تغلبها على لاعبة كوريا الجنوبية لي شاين ب3 أشواط مقابل شوط واحد. وتوج محمد المنياوي لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي ببرونزية بطولة العالم والمقامة حاليا في دبي بالإمارات. حصد المنياوي الميدالية البرونزية عقب احتلاله المركز 3 برفع ثقل قدره 189 كيلوغرام ضمن منافسات وزن 59 كيلوغرام. وتوجت رحاب رضوان لاعبة منتخبنا الوطني لرفع الأثقال البارالمبي أيضا بالميدالية الذهبية لوزن 55 كيلوغرام في إطار منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي، والتي تستضيفها الإمارات وتستمر المنافسات بها حتى 30 من أغسطس. ويواجه منتخب مصر لكرة السلة رجال نظيره المكسيكي اليوم في آخر مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم في الفلبين، والتي تستمر حتى 10 سبتمبر. خسر منتخب السلة أول مباراتين أمام ليتوانيا ومونتينيغرو على الترتيب. ختام 7، وهذه تذكرة مجددا بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يؤكد اهتمام مصر بمشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص في مجالات البترول والغاز والطاقة المتجددة. الرئيس السيسي يصدق على ضم شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية إلى المستفيدين من صندوق تكريم الشهداء والمصابين. والبرهان يؤكد قدرة الجيش السوداني على حسم المعركة وينفي عقد أي اتفاق مع أي جهة خانت الشعب. مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا دوما على طيب المتابعة، تحياتي، إلى اللقاء في أمان الله.